بارك فيك يا دكتور محمد، استاذنك وناخد استاذ احمد من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احنا اسفين يا فندم على التاخير. لا ما فيش اي حاجه. اتفضل. بس عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل. بخصوص زنا المحارم. تمام. والله هو يعني زي ما تقول حضرتك ان اتاكدنا ان الزوجه في زنا محارم بينها وبين اخوها. مع مين؟ ان الزوجه بتزني مع شقيقها؟ لا اله الا الله. تمام. لا اله الا الله. في ولدين. وبعدين يا فندم؟ في ولدين حضرتك. في ولدين. لغايه دلوقتي مش عارفين مصيرهم ايه، يعني هم الولدين دول يعني يخصوا مين بالظبط، ومش عارف اتصرف ازاي. ومش عارف ايه؟ اتصرف ازاي. تتصرف ازاي؟ هل انت الزوج؟ ايوه فندم. ايه؟ ايوه حضرتك. طيب مهم جدا اسالك معلش سؤال عشان ده اعراض وكلام صعب جدا. يعني هل انت تاكدت تاكدا جازما عشان ما نطولش انها فعلت ذلك؟ ايوه حضرتك عشان ما نطولش في الكلام ده. بتقول ايه يا فندم؟ تاكدت يعني؟ حاضر، شكرا جزيلا يا فندم. نجاوب على سؤال الاستاذ احمد. والله يا اخي يعني هذا من علامات الساعه. زين المحارم ده من علامات الساعه. انا لو صدق ان حد ممكن يعمل كده يعني. تمام. لكن طبعا هذه كارثه وهذه يعني مصيبه، ويعني كان الله في عون هذا الزوج، وده لا يمكن يكون اخوه. ده يمكن، خد بالك، مهم جدا. تمام. لان مش مستحيل اخ اللي من جينات واحده ومن اب وام واحده اللي من رحم واحد يعمل فيها كده. تمام. ده اكيد يعني الله سبحانه وتعالى اعلم بقى. طب هو بيقول في ولدين دلوقتي، يتاكد ازاي؟ عن طريق الدي ان ايه مثلا؟ يتاكد بايه؟ عايز يتاكد في ولدين ان خلاص دي وسائل المعاصره الطبيه المعاصره هيعرف اولاده، مفيش مشكله. طيب. وبعدين الفقهاء قال ولد للفراش، خلاص. تمام. يعني ولد للفراش. لكن انا بتكلم على هو يعمل معاها ايه؟ مش هيقدر يعيش معاها، خلاص إزاي؟ ينفصل عنها وياخد ولاده ويربيهم، يطلعها. ما فيش فيها كلام. تمام. ما فيش فيها كلام. صحيح. لا هيعيش معاها ازاي بعد كده يعني؟ وبعدين يا اخي اصون عرضي بمالي لا ادنسه. لا بارك الله بعض العرض في المال، لا بارك الله بعض العرض في المال، احتال للمال ان اودى فاجمعه، وليس للعرض ان اودى بمحتال. يعني هذه كارثه، ودي من الحاجات يا استاذ محمد يعني الشاذه الغريبه اللي لا ينبغي ان تحدث في مجتمع اسلامي. صحيح.